هنا في هذا المكان الطاهر من البقعة المقدسة نعيش بين قصص حجاج ومعتمرين عاشوا عمرهم شوقا لرحلة العمر قاصدين قبلة الله ووجهته شبانا وشيبا يرجون تيسيرا من الله وتسهيلا كلهم مشتاقون للعبادة فمنهم الكبير والعاجز عن الحركة قدر الله لهم القدوم. يأتي خدام بيت الله الحرام مستقبلين لهفتهم وحاجتهم لأداء هذه المناسك بين سعي وطواف فكانت خدمة عربات الحرم هذه الخدمة التي تقوم عليها إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام يبذلون الغالي والنفيس لخدمة قاصدي بيت الله الحرام. وتتم هذه الخدمة من خلال توفير آلاف العربات بين عربة عادية وكهربائية وسيارات جولف و3500 سعودي من دافعي العربات وينقسم فيها العمل إلى 4 ورديات تعمل على مدار 24 ساعة وتتوفر خدمة حجز العربات إلكترونياً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الرئاسة مما يسهل وصول المستفيد للعربات بأقرب نقطة كما تتوفر العربات الكهربائية برسوم ثابتة على مدار العام بمواصفات ومقاييس عالمية تتحمل وزن 250 كيلو جرام وتتواجد هذه العربات في ميزاني الطواف والمسعى. أهلاً وسهلاً حاج عز الدين. أهلاً فيك. حدثنا إيش رأيك في خدمة العربات الكهربائية من ناحية توفير الوقت والتركيز على العبادة؟ والله أنا أول مرة أكتشف هذه التحفة هذا شيء ممتاز جداً يمكن الحاج من التركيز على الدعاء والعبادة كذلك فيه الراحة حتى الإنسان اللي عنده عجز حتى يؤدي المناسك على أحسن وجه هذه الخدمة توفر له يعني كل راحة وكل الحمد لله. أعطينا رأيك في هذه الخدمة من ناحية الجودة بشكل عام. والله هي راحة تامة يعني كما يقولوا كومفور تام. أسأل الله أن يتقبل منك حاج عز الدين ويسهل لك هذه العمرة ويتقبلها منك إن شاء الله. اللهم أمين اللهم أمين بارك الله فيك. ولهذه العربات ثلاثة أنواع وضعت لحجاج زوار بيت الله الحرام من خلال مسارات مخصصة لهم. العربات العادية وعددها أكثر من 10,000 عربة تقدم مجانا. العربات الكهربائية بمقعد أو مقعدين وتقدر ب 720 عربة تقدم بمقابل رسوم رمزية. أيضاً هناك العربات الثنائية والثلاثية مستقبلية لم تدخل الخدمة بعد. طوبى لمن خدم الحجيج بهمة يرجو من المولى رضاه. اليوم معي هذا الضيف الغالي على قلوبنا، ضيف من ضيوف بيت الله الحرام، راح أساهم اليوم أني أكون في خدمته في المسعى، وأيضاً راح أبحث عن شخص يكون معنا يساعدنا ويساهم في هذه التجربة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا حاج، كيف صحتك؟ الحمد لله. اسم الكريم الهاشمي. أهلا وسهلا أخوي الهاشمي، من فين؟ من ليبيا. أهلا وسهلا فيك، بارك الله فيك، يعطيك العافية. حاب تساهم معنا اليوم في دفع العربات؟ عادي مو مشكلة والله. تفضل. الله يحفظك، يعطيك الصحة والعافية، بارك الله فيك. كيف كانت عمرتك؟ والله الحمد لله ميسرة، أمورك تمام؟ فيكم الحمد لله، بارك الله فيك. الله يحفظك. اليوم حابين انك تكون احد خدام بيت الله الحرام. بارك الله فيك، نسأل الله ذلك ان شاء الله يا رب يخلينا من خدام بيت الله الحرام يا رب. الله يعطيك الصحة والعافية. اعطيني الان مشاعرك وانت تخدم شخص كبير في السن قاصد بيت الله. ان شاء الله نؤجر عليه يا رب، ان شاء الله يكون متوانا الجنة يا رب العالمين. والحقيقة واحد يعني فرحته كبيرة انه وصل هنا وري يخدم وري الكعبة وري بيت الله الحرام ويخدم يعني ناس ما عمراش راهم او ما عمراش تلاقى هو اياهم الا هنا. الله يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. حاب تكمل الان ان شاء الله تجربتك؟ ان شاء الله. الله يحفظك، ان شاء الله ان يقويك ويعطيك الصحه والعافيه. نشوفك على خير ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. فيك بارك الله. هذه هي التجاره الرابحه التي لا تبور، وهي تجاره مع الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله. الطائفين العاكفين مطهر بيت الإله لمن سما وأتاه شرف لمن بذل الجهود لراحة ساعين والداعين ذاك الجاه
ويطوف بالزوار حين طوافهم وبخطوهم يسعى إلى مولاه الضيف ضيف الله وهو ببيته طوبى لخادمه ومن يرعاه طوبى لخادمه ومن يرعاه.